السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اللي غنقدموه من عند دار مدام بهيجة. غادي تقدم لينا وصفة ديال شير. الانغريديون ما هادو هما قدامنا، كاينين في كل دار. وي مدام، 350 غرام ديال الماء، 350 غرام ديال الماء، 300 غرام ديال الفورس لافارين، 250 غرام ديال سبيسيال فينو، 10 غرام ديال الخميرة الناشفة، والملحة على حسب الذوق. صافي، على بركة الله نبداو. دونك ناخذوا الماء، نديروا قلنا 350، غنعبروا الماء. 350 غرام، نديروا الخميرة، دونك قلنا 10 غرام ديال الخميرة. نديرو ملح دابا؟ لا، نسخنوها، نسخنوها، نطفيو دابا الماء والخميرة، اكتيفي لا لوفور. دونك مي جوج دقائق، 37 دو بيت دونك هاهو كمل. وي مدام، دابا دابا غنديرو هاهو دابا غنعبرو قلنا 250 غرام ديال سبيسيال. الوغ 250 غرام ديال سبيسيال غنزيدوها فوق من الميلونج ديال الماء والخميرة. ونزيدو نديرو الطاق، ونديرو 300 ديال الفورس ديال الفارين. المهم مكيكونوش قد قد، فورس كثر، الفارين كثر من سبيسيال. داكوغ، 300 دوك غنديرو الملح على حسب الذوق، كل شنو تيبغي، واش تيبغي مالح ولا تيبغي شويه ناقص. تقريبا معلقه صغيره تقريبا، انا درتها بيدي. لاستيس الثاني اللي تنديرو هو انه اذا بغيناه يبقى رطب لينا ونحتفظوا به في الثلاجه، تنديرو معلقه ديال الزيت اللي غتجي، معلقه ديال الزيت و زيت الروميه اولا الزبده. الزيت غتجينا تقريبا واحد 5 غرام ديال 5 غرام ديال الزيت، 5 غرام، دونك 5 غرام ديال الزيت روميه، روميه اولا الزبده، اولا 10 غرام ديال الزبده باش الا بغينا نحتفظوا به مده طويله، سينو غادي يقصح لينا. هادشي اللي فهمت، ما فاش غيبغي توجديه وتحطيه غادي تصيبيه قاصح، دونك دو بريفيرونس دير فيه الزبده ولا الزيت باش يكون الوغ غنديروا هنايا مود بيترين، غنديروا خمسة دقائق كمل. بارك الله لاباط زوينه، دونك العجينه سالات. دابا غادي نزيتو هاد لو بول ياك مدام بهيجه، غنزيتو لو بول ونحطو فيه العجينه. العجينه تجي مسفنجه، نوريهم مسفنجه كتجي غزاله وليس، تيبقاش فيها كاع سميتو. دونك نحطوها في لو بول، نحطوها في لو بول، لو بول اللي درنا زيتناه، ريسيبيون اللي غادي دوبلا فيه لو فوليوم حيت غنخليوها تتخمر. ديما كديري يدك في الزيت باش تسهل، تسهل باش تعاونك انك تاخذي العجينه كامله. فاش غنساليو العجينه، فاش غنحليو العجينه من لوبول تنجمعوها بيدينا كوم سا فوالا، حيت الريسيبيون راه مدهون بالزيت. دونك تنخليوها كلشي ما تخافوش، غنخليوها حتى تدوب، غنغطيوها
ونخليوها دوبل لوف غير بان شيفون عادي ان شيفون عادي في لا تمبيراتور امبيون نخليو في لا تمبيراتور امبيون ديال الكوزينه اوكي اما طورشون اللي بتبدا غطيو بيه الخبز عادي ولا السيلوفان نديرو دابا السيلوفان حنايا هو اللي حدانا ونخليوها دوبل في الفوليوم دونك هي العجينه ديالنا هي خمرات يا كندا خمرات تنخليو العجينه من بعد فاش نساليو العجينه ديالها تنخليوها دوبل الفوليوم ديالها دونك اونتر 15 مينيت و 20 مينيت سولون زعما لا تمبيراتور دونك في لا كويزين دونك ها هي ستجي مسفنجه دونك تنديكازيوها نخرجوا منها الغاز ديالها وعاد واش غنبداو نكوروها نديروها طريفات صغيورين باش دو تاسوفت ان غنبداو نوجدوهم خبيزات باش نديرو كويرات دونك تندهنوا يدينا بشويه الزيت بعدا دونك بشويه شويه قليل من الزيت في اليدين من بعد منها تنقطعوا طريفات ديال العجينه على القياس اللي غنبغيو او بيان سور سور ان بلان دو طرافاي فاريني غناخذو عليه شويه ما خاصوش تاخذ بزاف دقائق الا خدات بزاف دقائق تتجي معجنه دونك ما تاخذش بزاف دقائق وغنديروا لها كومسا غنحطوها دو كوتي دونك اون اتوندو نكملو اننا نكورو العجينه ديالنا كامله ومن بعد غنبداو نخبزوها في المقله ديالنا اللي المقله اللي درناها تسخن اللي فاش نكونوا بدينا نقطعوا تنديروا المقله تتسخن توجور يدينا بشويه الزيت باش ما تعتمش باش ما تلصقش اي شويه لافارين كتجمعيها من الجناب تجمعيها من الجناب وشويه لافارين باش ما تتحيت هي مع السفنجه الا هزات الا هزات لافارين بزاف تجي قاصحه ما خصهاش تهز لافارين بزاف غير شويه دونك راه فوالا انا تندير غير شويه لافارين في لو بلان دو طرافاي ديال تبارك الله عليك ترى ميثود كيفاش كديريها باش ديويها باش يجيو مقادين خاصهم يجيو مقادين حيت لاسيوس ديالهم هي فاش غادي تحطيه بالزبده وبالعسل تيجي بحال السفنج بحال السفنج تبارك الله عليك الله يبارك فيك كلشي من ذوقك مدام صفاء خليك الوغ حنا تنعجنوها في المقله الوجديه هي اللي معروف فاش تخبز ولكن انا جو بريفير نديرها في هذه المقيله ديالي الصغيوره حيت تشد ليا لا فورم هذاك الشيء علاش نديرها في هذه المقيله ديالي كتفاريني لو بلون تنفاريني لو بلون تنجبدو اللي كانت اللي كورنا في الاول وحطيناها تنهزوها يعني الاولى اللي خدمتيها باش تطلق شويه كتكون شدات تتكون طلق شويه دونك تنبداو نقرصوا فيها خطونت كيف ما قلنا تنديروا ليها التابوشيير تنديروا ليها بوشيير دونك تنقرصوها بهذه الطريقه دونك نحطوها اون اتوندو تسالي المقله فاش تسالي المقله غادي نحطوها فيها نديروا الزويته نديروا شويه الزويته وغنهزوها وبيان سور فاش نهزوها تنبداو تلعبوا بها وتنحطوها تنحطوها في المقله ديالتها هو تيبقى تيبدا تيطلع وتيبدا تيخرج هاد البقعات ديالو كرسيتي باش هاو تيبدا تيخرجهم وعاد باش اون اتوندون هو غيدير هكا انا غنطلق الاخر افوريا ميزو وحده كطيب وحده كتقرصيها باش منين نحيدو هادي ديري الثانيه فاش تولي كلها خارجه منها داك البقعة ديالها ترشوها بسويت الزيت وغنقلبوها دونك بحال تنخدمو دغيا كيطيب دغيا تيطيب تنخدمو او فوريا ميزور يدنا في التكراس ويدنا في المغلق ترشو بشويه الزيت ونعاودو نقلبوها
تبارك الله جاوا زارين، ها هما زويونين فشفشين. دونك هذا هو الشيا ديالنا. دونك سنبريزونتيه بهاد لافاسون، تنديرو فيها شويه زويت والزبده وشويه العسيله وتندهنوه. اللي بغاه مدهون تياخذو مدهون بهاد لافاسون، بلا فاسون مدهون، اولا اللي تيبغى اللي بغى ناشف تياخذو ناشف بحال هكا، يطخطينيه باللي بغى، بنوتيلا، بفرماج، كونفيتير، اللي بغى اللي بغى. مي التقليد، مي التقاليد ديالنا ديال المدينه ديالنا تنديروهم بالزيت والزبده والعسيله. الوغ تيجي بحال هكا بهذه الطريقه، تيجي بالسفنج. تفرح هي ندير هانتي تيجي رطيطب. ها هو راه باين اصلا الرطوبيه ديالو تتبان من التصويره. تصمصيمه كون دقتو ليكم. تبارك الله عليك وشكرا ليك. الله يبارك فيك، ونتمنوا نتلاقاو فشي فيديو اخر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي كوكوني موميكسات كاملين. ها هو بوشيار اللي صاوبتنا مدام بهيجه، درت فيه عسيلة صراحة جا غزال. كل واحد على حسب كيفاش بغا ياكل. هاد الشكل كيتقطع هشيش هشيش وسامي زوين. ها ايسيي بالصحة والراحة.